طبعا اليوم لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني تنظم يوم برلماني حول الخدمة الوطنية، واجب وشرف. وهذا يعني احنا لابد ان نسجل ان الجيش التحرير الوطني هو مفخر لنا جميعا، وكلنا ادينا هذه الخدمة وكلنا تعلمنا منها يعني ولو شيئا يسيرا، فتعلمنا الانضباط، تعلمنا يعني كيف نخدم الوطن، تعلمنا كيف يعني نعيش في وحدة وطنية، لانه يلتقي في الخدمة الوطنية كل أطراف الجزائر كشباب يؤدون الخدمة الوطنية. نحن يعني نثمن الإجراءات التي جاءت في القانون الأخير للخدمة الوطنية سنة 2014، خصوصا تخفيض يعني مدة أداء فترة الخدمة الوطنية من 18 شهر إلى 12 شهر. ونتمنى أن يخرج هذا اليوم البرلماني بتوصيات لصالح الشباب ومفيدة للشباب، وهذا الذي ننتظره من خلال النقاش والتوصيات. تحسيس بهذا العمل اللي هو الخدمة الوطنية، اللي هي في خدمة الوطن والمواطن، وفيه يعني حتى ذكروا فيه دكاترة، ذكروا بالقوانين التي ساريت المفعول، خصوصا بعد إنشاء هذا الخدمة الوطنية التي جاءت بعد الاستقلال مباشرة، التي كانت في بناء الوطن من تشييد مؤسسات لبناء نعم، لأنها هي جات يعني مدة الخدمة الوطنية وفق القانون. صحيح، هي نقطة غيابات النواب هي التي أثارت المشكل وأفاضت الكأس العام الماضي، وبسببه تم تأجيل يعني هذا القانون. نحن مع الانضباط، نحن نريد من النائب الذي انتخبه الشعب أن يكون ممثلا حقيقيا. هناك نواب نعرف من النواب من لم يحضر منذ يعني جلسة إثبات العضوية وغياب تام. صحيح النائب ليس ملزم بحضور النقاش لما يكون النواب متناقشين، ولكنه ملزم بحضور العرض، عرض مشاريع القوانين، ملزم بحضور في اللجان، ملزم يعني بالمشاركه في التصويت وغيرها. هذا الذي نؤكد عليه، ولابد اللجنه ان تجد آلية لكيفيه متابعه واثبات هذا الحضور حتى نؤدي وظيفتنا كما يقتضي هذا النظام الداخلي. نقطة الغيابات هي مادة جات في الدستور، لازم نلقاو لها، لازم يلقاو لها صيغة. ولكن النواب مش موظفين، النواب عندهم عهدة برلمانية، هما اللي لازم يتحكموا في الخدمة تاعهم، وفي آخر المطاف المواطن هو اللي يحكم على من احترم التزاماته الانتخابية. لأنه التقرير التمهيدي لم يجيب عن هذا الأمر، ترك الأمر للآجال فقط اللي أجاب عليها الدستور. الدستور يفترض، الدستور أعطى معالم كبرى، النظام الداخلي يزيد يفسر أكثر ويعطي فعالية أكثر للعمل التشريعي والرقابي. وحنا مشكلة أساسية اللي هي الآجال، سواء الآجال التي يودع يعني عندما يودع النائب السؤال الشفوي أو السؤال الكتابي.